في أجواء تعرف انخفاضا كبيرا في درجة الحرارة وتساقطات ثلجية مهمة، انطلقت صبيحة يوم الأحد 22 يناير 2017 بدوار أيت عيسى بتمحضيت إقليم إفران عملية توزيع الإعانات المقدمة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن في إطار تجندها لمواجهة الانخفاض الشديد لدرجات الحرارة ببعض مناطق المملكة، وتقديم المساعدة اللازمة للمواطنين لمواجهة الآثار السلبية للظروف المناخية الصعبة. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله، تواصل مؤسسة محمد الخامس للتضامن بالتنسيق مع السلطات المحلية لعملة إفران توزيع المساعدات الإنسانية على الساكنة المعوزة والقاطنة في الجبال والمتضررة من موجة البرد القارس. اليوم نتواجد في دوار أيت عيسى التابع لقيادة تمحديت، حيث ستستفيد 737 عائلة من هذه المساعدات الإنسانية التي تتكون من مواد غذائية أساسية وأغذية، وفي مجموع العملاء ستستفيد 3000 عائلة. وشملت هذه المساعدات التي تأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى مساعدة سكان المناطق المتضررة من موجة البرد القارس وتساقط الثلوج والانخفاض الشديد لدرجات الحرارة خلال هذه الفترة توزيع أغطية ومواد غذائية متنوعة. عاونكم وعاون المغرب ديالنا ويعاون الملك ديالنا. ايوا هذا معطي الله ودي الله والمحسن الله يعاونهم حتى المحسنين الله يعاونهم. عاونونا الله يفتح لهم الخير ويعاونهم ويعاون وليداتهم وينصر الملك. استفدنا هذا الخير، هذا تبارك الله والخير موجود، الله ينصر سيدنا ويعاونكم والله يجازيكم بخير فلله الحمد. 737 مستفيدا ينحدرون من جماعات تمحضيت، كان في استقبالهم طاقم مؤسسة محمد الخامس للتضامن حيث استفادوا من حصصهم في الإعانات. ومن شأن هذه العملية الإنسانية التي تمت بتنسيق مع السلطات الإقليمية والأمنية بإفران أن تساهم في تكريس قيم التضامن والتآزر ومساعدة سكان المنطقة على تجاوز الظروف الصعبة التي تتزامن مع تساقطات ثلجية مهمة. ومن المتوقع أن تستهدف حوالي 3000 أسرة عبر تراب إقليم إفران. إيوا البرداول دي والعواد وتمارا لا إله إلا الله، حال بعيدنا شحال شحال الطريق جبدنا عاد نوصلوا نديو هذا الشيء ديال سيدنا الله ينصروا. أولا الله ينصر سيدنا، حنا كنعيشوا في واحد الظروف صعيبة، العملة ديال إفران الناس ما خدامين ما ردامين غير جالسين مش عشرة وهما في البرد القارس. وفي إطار القافلة التضامنية طلب بعض السكان من جماعة تمحضيت بضرورة فك العزلة عنهم والتي تحول دون تنمية منطقتهم، بل تحرمهم من حقهم في الشغل والتعليم والصحة، ما يجعلهم يعيشون ظروفا صعبة في ظل التهميش الذي تعانيه منطقتهم.